فايبر ما بين الترانسميتر يوصل للريسيفر، واعمل الريسيفر سواء كان بين فوتو دايود او افرنج فوتو دايود. طيب علشان اعمل ديزاين لاي سيستم عندي او للينك موصل ما بين ترانسميتر وريسيفر، محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف حاجتين. اول حاجه محتاج اعرف الباور اللي انا عايزه ابعتها من الترانسميتر للريسيفر، وعايز اعرف الوقت اللي هياخده قد ايه. يعني ايه الباور اللي هتوصل من الترانسميتر للريسيفر؟ انا عند الترانسميتر طبعا احنا قلنا عن الترانسميتر بيكون عندي ليد او ليزر، لان ده اللي بيحول لي الالكتريكال سيجنال الى اوبتيكال سيجنال، تمشي في الفايبر وتروح عند الريسيفر يحولها لي من اوبتيكال الى الكتريكال. فانا دلوقتي لو انا عند الترانسميتر وعندي ليد او ليزر، فالباور اللي هتطلع من الليد او الليزر لازم تكون علشان توصل من الترانسميتر وتمشي في الفايبر وتعدي على اللوسز او الاتنيوشن اللي هتحصل في الفايبر وتوصل عند الريسيفر، لازم تكون ايه؟ بتساوي السنسيتيفيتي بتاعت الريسيفر. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الباور اللي انا بعتها من الترانسميتر للريسيفر يحصل لها لوسز في الطريق بتاع الفايبر وتوصل عند الريسيفر اقل من السنسيتيفيتي بتاعت الريسيفر، لان كده الريسيفر مش هيعمل لها ديتكشن، وبالتالي مش هقدر ان انا اعمل ريسيفنج للايه؟ للانفورميشن اللي انا بعتها من عند الترانسميتر. يبقى انا لازم احسب ميزانيه الباور اللي عندي، ان انا اشوف ان الباور اللي انا عايز ابعتها من عند الترانسميتر لازم توصل عند الريسيفر تكون ايه؟ اقل قيمه لها بتساوي السنسيتيفيتي بتاعت الريسيفر. تمام كده؟ يبقى انا عندي لوسز بتحصل في اللينك بتاع الفايبر، اللوسز دي يعني بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا بيكون عندي كونكتور اللي هو بيكون موصل ما بين الترانسميتر والفايبر اللي هو في البدايه وفي النهايه ما بين الفايبر والريسيفر، وبيكون عندي سبلايسز اللي هي مناطق اللحام في الفايبر، وبيكون عندي اتنيوشن نتيجه الماتيريال اللي مصنع منها كابل الفايبر نفسه. فاللوسز دي كلها بتاثر لي على الباور اللي انا هبعتها من الترانسميتر للريسيفر. فعلشان ابعت باور من الترانسميتر للريسيفر لازم اكون متاكده ان الباور اللي انا هبعتها دي لما توصل عند الريسيفر بعد ما ياثر على اللوسز تكون اقل قيمه لها بتساوي كام؟ بتساوي السنسيتيفيتي بتاعه الريسيفر، علشان يقدر يقراها ويقدر يستقبل المعلومات اللي انا بعتها من عند الترانسميتر. طيب في قانون للوسز دي، الباور لوس بيساوي كام؟ بيساوي السورس باور اللي هي الباور اللي انا بعتها من عند الترانسميتر ناقص ان الريسيفر سنسيتيفيتي. طيب ممكن اجيبها من القانون، لو انا عندي السورس باور وعندي السنسيتيفيتي بتاعت الريسيفر اطرح الاثنين مع بعض هيديني اللوس اللي حصلت خلال كابل الفايبر. وعندي قانون ثاني اللوس اللي هو بيكون في العوامل اللي اثرت لي على الاشاره نفسها، اللي هو الكونكتور او السبلايسز او الاتنيويشن او حاجه اسمها السيستم مارجن. يعني ايه كلمه السيستم مارجن؟ يعني النويز اللي اتضافت على اللينك بتاعي فسببت لي نويز. يعني ده احتياطي كده بكون حطاه مع الباور، علشان لو الاشاره بتاعتي حصل لها اي اتنيويشن او حصل قطع في الفايبر بتاعي وعملت سبلايز عملت لحام، او ان انا وصلت سكشن تاني واحتجت الكونكتور، فدي حاجه اسمها احتياطي كده بكون بعتها مع الباور، علشان اي لوس تحصل الاشاره بتاعتي انا مش عامله حسابها، فده يعوض لي قيمه الفقد اللي حصل في الباور، فالاشاره توصل عند الريسيفر اقل قيمه لها بيساوي كام؟ بيساوي السنسيتيفيتي بتاعه الريسيفر. فالبي لوسز هيساوي عباره عن ان سي في ال سي. ان سي ديت عدد الكونكتور اللي انا استخدمته في كابل الفايبر من الترانسميتر لمين؟ للريسيفر. ال سي ده قيمه اللوسز نتيجه ان انا وصلت كونكتور. ال سي ده ممكن يدولي ال سي لعدد الكونكتورز الموجوده كلها، وممكن يديني ال سي لكل كونكتور على حسب هو بيكون مدالي في المساله كام. طيب ان اس بي ديت عدد السبلايسز، السبلايز ده اللي هو اللحام، يعني حصل قطع في الفايبر وانا وصلت الاثنين مع بعض وعملت لحام في الفايبر وبحط عليهم سبلايز، فالسبلايز ده بينتج عنه لوسز بتاثر لي على الاشاره اللي بتكون مره من الترانسميتر للريسيفر. ال اس بي ده برضه اللوس بتاع السبلايز. الفا ده عباره عن اللوس اللي بتحصل في كابل الفايبر اتنيويشن. ال ديت عباره عن طول كابل الفايبر، انا ببعت مسافه قد ايه من الترانسميتر للريسيفر، كابل الفايبر اللي موجود عندي طوله قد ايه، فبالتالي الالفا دي بيكون الوحده بتاعتها بالدي بي لكل كيلومتر. فانا لما اضرب في ال اللي هو على طول كابل الفايبر بجيب قيمه اللوس اللي حصلت على طول كابل الفايبر. في السيستم مارجن ده الاحتياطي ان انا بكون يعني عامله حسابي عليه، ان انا لما ابعت اشاره من الترانسميتر للريسيفر وحصل عندي لوسز فبكون مزوده باور زياده عشان الاشاره تقدر تواجه اللوسز اللي هتحصل لها في الفايبر وتوصل عند الريسيفر تكون اقل قيمه لها بيساوي كام؟ الريسيفر سنسيتيفيتي، علشان يقدر يعمل لها ريسيفنج ويقدر يعمل ديتكت للانفورميشن اللي انا بعتها من عند الترانسميتر.
تمام كده يا باشمهندسين. ده اول حاجه علشان اعمل ديزاين لاي سيستم عندي او اي لينك ما بين ترانسميتر والريسيفر، لازم اول حاجه اعمل ميزانيه الباور اللي عندي علشان اشوف الباور اللي هتوصل عند الريسيفر بكام. هنشوف بقى المسائل اللي بتتكلم على النقطه ديت الاول ورا بعض، وبعد كده نتكلم على الرايز تايم اللي احنا قلنا هو ايه الوقت اللي بتاخده ما بين الترانسميتر وما بين الريسيفر، يعني الوقت اللي بياخده الريسيفر عشان يعمل ديتكشن للاشاره. تمام يا باشمهندسين كده؟ نبدأ في الشيت. تمام يا باشمهندس. هو الشيت ده طويل طبعا، فاحنا هنحله على مرتين. هنحل النهارده المسائل اللي لها علاقه بالباور ولها علاقه بالرايز تايم، والمره الجايه ان شاء الله نكمله. فهتلاقوا المسائل مش بالترتيب. اول مسأله، أول مسألة بيقول لي إيه في المسألة الأولانية؟ بيقول لي إن أنا عندي تو سيستم وعايز أرسم أو عايز أعمل مقارنة ما بينهم زي الشكل اللي موجود في 8-4. أوريكم برضو الشكل ده أهوت، هو معاكم في المحاضرة أهو يا باشمهندسين. في الشكل ده، في الشكل اللي هو عايزني مديني تو سيستم، وطبعا مختلفين الكومبوننت بتاعتهم مختلفة. عاوزني إن أنا أشوف اللوس اللي حصلت نتيجة إن أنا استخدمت سواء بين فوتو دايت أو أفرنش فوتو دايت عند الريسيفر، وفي حالة لو أنا استخدمت ليد أو ليزر. فإحنا هنشوف التو سيستم الاتنين بيتكونوا من إيه، ونشوف اللوس اللي هتنتج عنهم بيساوي كام. Make a graphical comparison as in figure 8-4 اللي أنا وريتهولكم دلوقتي في السلايد. And a spreadsheet calculation of the maximum attenuation limited transmission distance of the following two system at mid bit per second. يبقى ده البيت ريت اللي انا شغاله عنده. بالنسبه للسيستم الاولاني بيقول ان هو شغال عند ويف لينث 850 نانومتر، جاليوم الومنيوم ارسنيت ليزر، يبقى هنا الترانسميتر بتاعي عباره عن ليزر دايود 0 دي بي ام اللي هي الايه البي اس اللي هي بتكفي كام 1 ملي وات فايبر كابل دي باور. السيليكون افرنش فوتو دايود سالب 50 سيليكون افرنش فوتو دايود، يبقى انا عند الريسيفر مستخدمه افرنش فوتو دايود السنسيتي بتاعته كام سالب 50 دي بي ام. الفايبر اللي انا مستخدماه جريدد اندكس فايبر، الاتينيويشن بتاعه كام اللي هي الالفا بيساوي كام 3.5 دي بي لكل كيلو متر، عند طول موجه 850 نانو متر. الكونكتور لوس اللي احنا قلنا ال ال سي بكام 1 دي بي لكل كونكتور. ده بالنسبه للسيستم الاولاني. طيب بالنسبه للسيستم الثاني، نشوف السيستم الاولاني الاول اهو، مديني البي اس اللي هو الباور سورس، ومديني الريسيفر سنسيتيفيتي، ومديني الاتنيويشن اللي حصلت نتيجه كابل الفايبر، انا استخدمت هنا جريد اندكس فايبر، ومديني الكونكتور لوس ان انا موصلاه في الفايبر اللي هو بيعمل بيوصل الضوء من الفايبر من الترانسميتر للفايبر. طيب احنا قلنا ان الباور لوس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن البي اس اللي هي السورس باور ناقص الريسيفر سنسيتيفيتي. طيب طبعا انا عندي هنا 0 دي بي ام وعندي هنا كام؟ 50 دي بي ام، فانا ممكن احولهم او ممكن اطرح على طول. فانا هعوض، هلاقي ان الباور لوس عندي طلعت بكام؟ ب 50 دي بي. يبقى انا دلوقتي اقدر ان انا احسب ايه؟ انا عايز ارسم دلوقتي العلاقه ما بين، احنا قلنا الكيرف ده بيرسم لي ما بين الديستانس وما بين الباور لوس ليفل. فانا دلوقتي اقدر احسب الباور لوس ليفل واطلعه نتيجه واطلعه كداله في ال ال، علشان لما اجي اعوض عن ال ال اقدر اجيب منها قيمه الباور لوس اللي هتحصل عندي. يبقى انا هنا جبت الباور لوس طلع بكام؟ ب 50 دي بي. طيب الباور لوس برده بيكون ليها علاقه بمين؟ بالكونكتور وبالاتنيويشن اللي بيحصل في الفايبر وفي الاحتياطي اللي انا مزوداه على الباور. فالباور لوس انا حسبتها 50 دي بي. ان سي الكونكتور ده، هو انا هنا عرفت منين ان انا عندي اثنين كونكتور؟ انا دلوقتي اهوت، هو الشكل في المحاضره ده، ده الكونكتور يا باشمهندسين. الكونكتور ده اللي هو بيوصل ما بين الترانسميتر وما بين الانبوت بتاع الفايبر، وعندي كونكتور بيوصل ما بين النهايه بتاعه الفايبر وما بين الريسيفر. هو بقى في المساله لو قال لك ان انا زودت سكشن زياده، فبالتالي هزود عدد كونكتور زياده، فبالتالي باخده معايا في الاعتبار. هنا في المساله ما قاليش ان انا عندي اي سكشن زياده، فطبعا انا هيكون عندي كام كونكتور هنا؟ هيكون عندي تو كونكتور، اللي هو واحد بيربط ما بين الترانسميتر وبدايه الفايبر، وواحد بيربط ما بين نهايه الفايبر وما بين الريسيفر. فبالتالي عند ال ان سي ب 2 في قيمه الكونكتور الواحد اللوس اللي بينشا عن الكونكتور الواحد ب1 دي بي زائد الالفا بكام؟ 3.5 دي بي لكل كيلو متر. طبعا انا ال ال دي مش عندي،
زائد السيستم مارجن. هو في المساله مديها لي السيستم مارجن دي بتتراوح قيمتها من 3 ل 6 دي بي. ده الاحتياطي اللي انا بكون عامله حسابي عليه علشان الاشاره لما توصل من الترانسميتر للريسيفر تكون اقل قيمه لها بتساوي كام؟ بتساوي الريسيفر سنسيتيفيتي. فبالتالي انا حسبت قيمه ال ال ماكسيمم طلعت بكام؟ ب 12 كيلو متر. يبقى انا لو عندي كابل فايبر طوله 12 كيلو متر موصل ما بين الترانسميتر للريسيفر وانا بعت عند الترانسميتر قيمه باور قيمتها 1 ملي وات، فبالتالي الباور اللي توصل عند الريسيفر تكون كام؟ اقل قيمه لها بتساوي كام؟ بتساوي الريسيفر سنسيتيفيتي اللي هي كام؟ اللي هي 50 دي بي ام، سالب 50 دي بي ام. يبقى لازم الباور اللي توصل عند الريسيفر اقل قيمه لها لازم تساوي كام؟ الريسيفر سنسيتيفيتي. تمام كده؟ ده بالنسبه للسيستم الاولاني. طيب بالنسبه للسيستم الثاني، هو عندي مستخدم انديوم جاليوم ارسنايد ليد سالب 13 دي بي ام. يبقى هنا عند الترانسميتر في السيستم الثاني مستخدم ليد، الباور بتاعته سالب 13 دي بي ام، والانديوم جاليوم ارسنايد بين فوتو دايود، يبقى ده ريسيفر. يبقى انا هنا مستخدمه عند الريسيفر بين فوتو دايود، السنسيتيفيتي بتاعته كام؟ سالب 38 دي بي ام. ونوع الفايبر اللي انا مستخدماه جريدد اندكس فايبر، الاتنيويشن اللي ناتج عنه 1.5 دي بي لكل كيلو متر عند كام؟ عند طول موجي 1300 نانو متر. الكونكتور لوس هنا 1 دي بي لكل كونكتور. اللاو 6 دي بي سيستم اوبريتنج مارجن. احنا قلنا ان السيستم مارجن ده الاحتياطي اللي انا بكون عامله حساب عليه عشان الباور اللي توصل من الترانسميتر للريسيفر تكون بتساوي اقل قيمه لها بتساوي السنسيتيفيتي بتاع الريسيفر، وقيمتها بتتراوح من 3 ل 6 دي بي ام. تمام كده. يبقى السيستم الثاني اهوت قال ان انا عندي ليد، الترانسميتر بتاعه عباره عن ليد، والريسيفر بتاعه عباره عن افرنس فوتو، يعني عباره عن بين فوتو دايد، ومديني السنسيتيفيتي بتاعته. فهنا بالنسبه للسيستم الثاني انا اهو الباور لوسز، هو مديني السورس الباور سورس بتاع الليد، ومديني الريسيفر سنسيتيفيتي بتاع البين فوتو دايود. حسبتها طلع بكام؟ ب 25 دي بي. فاللي زاد السيستم مارجن هيطلع كام؟ 11.3. اروح ارسم الرسمه بتاعتي. الرسمه بتاعتي بيقول لي انا عايز ارسم علاقه ما بين الديستانس وما بين الباور لوس. طيب انا هنا السنسيتيفيتي او الباور لوس ليفل بكام؟ طبعا المحور ده اللي هو بيكون بالسالب اللي هو اللي بالدي بي، وعندي الديستانس. فانا في السيستم الاولاني حسبت ان الديستانس عندي بكام؟ ب 12 كيلو متر. طيب 12 كيلو متر كان بتكافئ الكونكتور لوس بتاعها بكام والباور ليفل بتاعها بكام؟ طيب الباور ليفل احنا قلنا في السيستم الاولاني كان قايل لي ان هي 0 دي بي ام. طيب انا هقف هنا في اول 0 دي بي ام. طيب انا عندي من عند الترانسميتر كده بيكون في كونكتور متوصل للفايبر، فبالتالي الكونكتور اللوس اللي تنتج عنه كام؟ 1 دي بي ام. يبقى هنا الكونكتور لوس ب 1 دي بي ام. طيب وبعد كده عند الريسيفر هنا عندي برضو هنا كونكتور بكام؟ الكونكتور اللي عند الريسيفر اللوسز اللي عنده كام؟ 1 دي بي ام، او يبقى من سالب 50 لسالب 49 يبقى كده 1، يبقى ده الكونكتور لوسز. وعند السيستم مارجن بكام؟ ب 6 دي بي ام. يبقى من سالب 49 لسالب 43 ده اللي هو السيستم مارجن اللي هو كام؟ اللي هو 6 دي بي ام. طيب الميل، الخط الميل ما بين الترانسميتر اللي هو من فوق هنا اللي هو اللي من عند اللوس بتاع الكونكتور بتاع الترانسميتر لحد الريسيفر اللي هو باعتبار ان انا معايا سيستم مارجن، الميل ده كله ده بيعبر لي عن اللوسز اللي حصلت نتيجه كابل الفايبر، نتيجه المسافه اللي انا مشيتها في كابل الفايبر اللي هي كام؟ اللي هي 12 كيلو متر. ونفس الرسمه دي انا اقدر اعملها للسيستم الثاني. السيستم الثاني كان قايل لي ان انا عندي برضو ال ال سي اللي هي الكونكتور اللوسز ب 1 دي بي، وعندي البي اس بسالب 13 دي بي ام. ابدا هنا من عندي كام؟ من عندي سالب 13 دي بي ام، وانزل 1 دي بي ام اللي هو الكونكتور لوسز نتيجه الكونكتور اللي عندي. وبعد كده عندي الباور اللي عند الريسيفر بكام؟ بسالب 38 دي بي ام. يبقى سالب 38 دي بي ام اطلع 1 اللي هو اللوس بتاع الكونكتور، واطلع ال 6 مارجن اللي هم 6 دي بي اللي هو السيستم مارجن، وابدا اشوف اللوس اللي عندي. كان هنا طول اللينك في السيستم الثاني كان 11.3، لكن في الاولاني طبعا كان مختلف، كان 12 كيلو متر. الناس فهمت اول مساله؟
باشمهندس الناس ترد عليا، الناس سمعت اول مساله. ملخص اول مساله يا باشمهندس، ان هو مديني تو سيستم، كل سيستم مكون من ترانسميتر ورسيفر وكابل فايبر متوصل ما بينهم. عاوزني ارسم العلاقه ما بين الباور لوس وما بين الديستانس، يعني انا همشي مسافه قد ايه وهينتج عنها باور لوس قد ايه. بس ندخل في المساله اللي بعدها. حد عنده سؤال في اول مساله؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. يا الناس راحت فين؟ موجود. طب الناس ترد عليا، الناس فاهمه معايا ولا؟ المساله اللي بعد كده اللي بتتكلم برضو على الباور بادجت، مش هنسين. حد عنده أي سؤال بخصوص المسألة رقم واحد؟ لا بس ما عندي استمع. المسألة رقم اتنين بيقول لي عندي جاليوم ألمونيوم أرسنايت ليزر، أهي هذه مسألة رقم اتنين بيقول لي an engineer has the following component available. اول حاجه عنده جاليوم الومنيوم ارسنات ليزر دايود اوبريتنج ات 850 نانومتر اند كابل اوف كابلنج 1 ملي وات 0 دي بي ام انتو افايبر. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي ترانسميتر نوع ليزر البي اس بتاعته 1 ملي وات اللي هي تكافئ 0 دي بي ام، ده اول كومبوننت عنده. طيب وعنده كام؟ وعنده 10 سيكشنز اوف كيبل اتش اوف ويتش از 500 متر لونج، وعنده 10 سيكشن من كابل الفايبر كل سيكشن طوله 500 متر، هاز 4 دي بي لكل كيلو متر اتنيويشن. الالفا بتاعت كابل الفايبر ده 4 دي بي لكل 1 كيلو متر، اند هاز الكونكتور اون بوث اندز، وعنده كونكتور في الناحيتين اللي هو في بدايه كابل الفايبر وفي نهايه كابل الفايبر، وهنا برضو في السكشنز، يعني 10 سكشنز، يعني عندي في كل سكشن في بدايته ونهايته كونكتور، كل سكشن في بدايته ونهايته كونكتور. الكونكتور لوس اوف 2 دي بي لكل كونكتور، ال ال سي ب 2 دي بي لكل كونكتور. بين فوتو دايود ريسيفر، يبقى من اول ايه لحد سي كده انا بتكلم على من الاي ده اللي هو الترانسميتر، بي وسي بتكلم على كابل الفايبر، دي بين فوتو دايود ريسيفر يبقى انا بتكلم على الريسيفر، جزء الريسيفر. هنا مستخدم بين فوتو دايود رقم اي افالانش فوتو دايود ريسيفر. بيقول لي ايه بقى؟ يوزنج ذيس كومبوننت ذا انجينير wishes تو كونستراكت 5 كيلو متر لينك اوبريتنج ات 20 ميجا بت بير سكند. بيقول ان انا عندي المكونات ديت وانا عايز اصمم اوبتيكال سيستم يتكون من ترانسميتر وريسيفر ولينك طوله 5 كيلو متر وشغال عند بت ريت 20 ميجا بت بير سكند. If the sensitivities of the bin and the avalanche photodiode receiver سالب 45 وسالب 56 دي بي ام respectively، يعني البن sensitivity سالب 45 دي بي ام والافالانش photodiode sensitivity سالب 56 دي بي ام، which receiver should be used in a 6 دي بي system operating margin is required. يعني انا دلوقتي بيقول لي انهي ريسيفر هستخدمه، هستخدم البن photodiode ولا هستخدم الافالانش photodiode؟ هشوف هحل المساله دي ازاي. يبقى انا دلوقتي عندي مجموعه مكونات وعايزه ان انا اصمم سيستم مكون من ترانسميتر وريسيفر، بس هو انا دلوقتي مديني نوعين ريسيفر، هل استخدم البين ريسيفر ولا استخدم الافرنج فوتو دايت ريسيفر؟ اشوف هستخدم ده ولا ده. ده بيكون بناء على ايه؟ بناء ان انا دلوقتي هحسب الباور لوس اللي هتحصل، فلازم تكون الباور لوس اللي عندي اقل قيمه لا تساوي السنسيتيفيتي بتاعت الريسيفر، فانا هشوف دلوقتي الباور اللي انا هحسبها تطلع بكام. انا دلوقتي عندي الباور لوس عباره عن ايه؟ عباره عن البي اس ناقص البي ار. انا دلوقتي مش عارفه عندي البي ار انا هستخدم بن ولا افالانش فوتو دايت، فانا هستخدم القانون الثاني اللي هو عباره عن الكونكتور ان سي في ال سي زائد الاتنيويشن بتاع الفايبر في طول الفايبر زائد السيستم مارجن. طيب هنا عندي كام كونكتور؟ بيقول لي ان انا عندي 10 سيكشن، عندي 10 سيكشن متوصلين ما بين الترانسميتر والريسيفر. انا اسمها هنا اهوت اهو، ده 10 سيكشن، يبقى عندي كام كونكتور؟ يبقى واحد، يبقى النقطه دي عباره عن كونكتور، وطول السيكشن بكام؟ ب 500 متر. طب انا عندي هنا كابل الفايبر طوله كام؟ قال لي ان كابل الفايبر اللي انا شغال عليه طوله 5 كيلو متر.
طب ما انا عندي 10 سيكشن وكل سيكشن ب 500، يبقى 10 في 500 يبقى 5000 متر اللي هم هماهم ال 5 كيلو متر، يبقى انا كده هشتغل على طول الكابل اللي هو مدهول. عندي 10 سيكشن كل سيكشن ب 500 متر، يبقى انا هعرف ازاي ان انا عندي كام كونكتور؟ قال ان انا عندي كونكتور ما بين بدايه ونهايه كل سيكشن، يبقى ده كونكتور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هو قال ان انا عندي 10 سيكشن، بس انا هنا عندي كام كونكتور؟ ال 10 سيكشن عشان اوصلهم محتاجه 11 كونكتور عشان اوصلهم ببعض. يبقى ال ان سي ديت انا استنتجتها من جمله ان انا عندي 10 سيكشن، وقال ان انا عندي كونكتور، يعني عندي كونكتور متوصل ما بين بدايه ونهايه كل سيكشن بيكون فيه 2 كونكتور. يبقى عدد الكونكتور اللي موجود عندي كام؟ ب 11. في قيمه اللوسز للكونكتور الواحد بكام؟ 2 دي بي. الفا ال بكام؟ احنا قلنا ان هي تتراوح من 3، لا ده دي سيستم مارجن. الفا اللي هي الاتنيويشن ب4، في طول الكابل كام؟ 5. هنا ال4 دي بي لكل كيلومتر، وهنا ال ال بوحده الكيلومتر، في الكيلومتر هتروح مع الكيلومتر، يبقى عندي كام؟ ال4 في 5 اللي هي الالفا في ال، في زائد السيستم مارجن اللي هي 6، اعوض عنها طلعت بكام؟ طلع ب 48 دي بي ام. يبقى السيستم ده علشان يشتغل محتاج ان الباور لوسز اقل قيمه لها بيساوي كام؟ 48 دي بي ام. طب انا عندي هنا البين فوتو دايل، البين فوتو دايل البي اس احنا قلنا بكام اللي هو عند الترانسميتر ثابته اللي هي كان مدالي كام؟ 0 دي بي ام. طيب والباور ريسيفر بتاعه البين بكام؟ بسالب 45 دي بي ام. يبقى لما عوض طلعت بكام؟ طلع ب 45 دي بي. هل ينفع ان انا لما يكون عندي باور لوس ب 48 دي بي ام استخدم عند الريسيفر بين فوتو دايود السنسيتيفيتي بتاعته 45 دي بي ام؟ لا. ليه؟ لان هنا الباور طبعا 48 وهنا 45، فالقيمه بتكون ايه؟ هنا الباور عند البن اقل من البي ال، فكده مش هيقدر يعمل ريسيفنج مين؟ للاشاره اللي انا بعتها. طيب بالنسبه للافرنج فوتو دايود، الافرنج فوتو دايود قال لي ان السنسيتيفيتي بتاعته كام؟ سالب 56 دي بي ام. طب لما اجي اعوض عنها هلاقي ان طلعت بكام؟ ب 56 دي بي ام. طيب اكبر منين؟ من الباور لوس، فكده السنسيتيفيتي بتاع البي ال الافرنج فوتو دايود اكبر من الباور لوس، فبالتالي يقدر يعمل ريسيفنج الاشاره. اذا هنا هستخدم بين ولا افرنج فوتو دايود؟ هستخدم افرنج فوتو دايود، لان ده اللي هيعمل ساتيفاي لمين؟ للمكونات اللي عندي ديت، بحيث يخلي لي ان البي ال اللي توصل عند الريسيفر اقدر ان انا اعمل لها ريسيفنج، ان اقل قيمه باور توصل عند الريسيفر الريسيفر يقدر يعمل لها ريسيفنج. تمام كده يا باشمهندسين؟ المساله رقم 3 اللي بعدها، انا هحل مساله رقم 9 لانها بتتكلم على نفس القانون، هي كانت مساله 8 9. اهي عندي 1550 نانو متر سنجل مود فايبر اوبتيك لينك نيد تو اوبريت ات 622 ميجا بت بير سكند اوفر 80 كيلو متر وزاوت امبليفاير. سنجل مود انديوم جاليوم ارسنايد فوسفور ليزر لانشز ان افريج اوبتيكال باور اوف 13 دي بي ام. يعني هنا انا عندي عند الترانسميتر عندي ليزر بيديني الباور بتاعته بكام؟ هنا يا باشمهندس 13 دي ان سالب 13 دي بي ام انتو ذا فايبر. ذا فايبر هاز ا لوس اوف 35% دي بي لكل كيلومتر، ديت اللي هي الالفا. And there is a splice with السبلايز ظهرت عندي أول مسألة تظهر فيها with lost 1/10 دي بي. عند السبلايز ال اس بي بتاعتها 1/10 دي بي every كيلومتر، يعني لكل 1 كيلومتر عندي ال اس بي بكام؟ ب 1/10 دي بي. The coupling lost as the receiver is نص دي بي. And the receiver uses an الكوبلنج لوس ده يا باشمهندس اللي هو الكونكتور. كابلنج لوس از ريسيفر، يعني الكونكتور اللي متوصل ما بين نهايه كابل الفايبر والانبوت بتاع الريسيفر بنص دي بي. اند ذا ريسيفر يوزز ان انديوم جاليوم ارسنايد افرنج فوتو دايود ويز سنسيتيفيتي سالب 39 دي بي ام. انا هنا مستخدمه عند الريسيفر افرنج فوتو دايود السنسيتيفيتي بتاعته سالب 39 دي بي ام. الاكسس نويز بناليتيز، يعني نويز اضافيه ما تكون موجوده عندي بكام؟ هتاخدها في المحاضره.
ار بريدكتد تو بي 1.5 دي بي، يبقى اي نويز يديهالك في المساله غير النويز اللي احنا عارفينها بقدر ازودها على القانون علشان احسب منها الباور لوس. Set up an optical power budget for this link. أنا عايز أحسب ميزانية الباور اللي أنا محتاجها كام. And define the system margin. What is the ده مطلوب. المطلوب الثاني بيقول لي عايز يحسب السيستم مارجن عند بيت ريت ب 2.5 جيجا بت بير سكند with an average photodiode كام؟ سالب 31 دي بي ام. يعني عاوز يحل المسألة مرتين، مرة لما يكون الأفرنج فوتودايت السنسيتيفيتي بتاعته سالب 39، ومرة لما يكون السنسيتيفيتي بتاعته سالب 31 دي بي ام. أول حاجة أنا عايز أشوف قيمة الباور عندي بكام. الباور لوس قلنا إن هي بتساوي البي اس ناقص البي ار. أنا هنا مستخدمة عند الترانسميتر ليزر الباور بتاعته سالب 13 دي بي ام، وعند الريسيفر مش مستخدمة افرنج فوتو دايود. الريسيفر سنسيتيفيتي بتاعته سالب 39 دي بي ام. اعوض اطلع قيمة الباور لوس. طيب الباور لوس احنا قلنا ليها قانون تاني، اللي هي انا دلوقتي بعمل ده كله علشان احسب السيستم مارجن، هو انا في المسألة عاوز يحسب قيمة السيستم مارجن. طيب السيستم مارجن عندي هنا بكام؟ انا حسبت الباور لوس طلع ب 26، اعوض في القانون ان هو عندي ال سي في ان سي. ان سي هنا يا باشمهندسين قال ان انا عندي كونكتور واحد متوصل ما بين نهايه كابل الفايبر وما بين الانبوت بتاع الريسيفر، يبقى بواحد. قيمه ال سي بتاعته بنص، زائد ان اس في ال اس بي. انا عندي هنا يا باشمهندسين قال ان انا عندي سبلايس لكل واحد كيلومتر. طب انا عندي طول كابل الفايبر بكام؟ ب 80 كيلومتر. يبقى عندي كام سبلايس؟ يبقى عندي 79. يبقى 80 ناقص الواحد يبقى عندي كام؟ 79 سبلايس. في قيمة اللوس اللي بتنتج عن السبلايس الواحد بواحد من عشرة، زائد ألفا الورقة التنويشن بتاع الفايبر 35% في ال اللي هو طول كابل الفايبر 80. النويز بناليتي أي نويز عندك تظهر في السيستم أو هو يدالك في المسألة، إحنا مش حاطينها في القانون ده أو مش واخدينها في الاعتبار، لأ بنحطها في الاعتبار في القانون ده وبنبدأ نحسب منها الباور لوس. قال لي هنا إن النويز بناليتي بواحد ونص، وزائد السيستم مارشن اللي أنا عايزة أحسبه. فلما أعوض ألاقي إن قيمة السيستم مارشن طلعت بكام؟ سالب 8.9 دي بي. وممكن لو ديت عايزاها بالموجب ممكن بنخلي البي ال دي كام؟ 13. يبقى انا في المساله لو كنا عوضنا عن ال 13 زي ما هي هلاقي ان السيستم مارجن طلعت هنا بالموجب. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب في رقم بي يبقى انا في اول ايه حسبت الاوبتيكال باور وحسبت السيستم مارجن. في رقم بي بيقول لي ايه بقى؟ What is the system margin at 2.5 جيجا بت بير سكند with an average photodiode sensitivity كام؟ سالب 31 دي بي ام. احنا خدنا رسمه في الشيت اللي فات بترسم لي علاقه ما بين الريسيفر سنسيتيفيتي وما بين البيت ريت. كنا رسمين رسمتين، واحده للبين وواحده للافرنج فوتو دايت. هنا مديك البيت ريت ومديك السنسيتيفيتي. هنا لو كان مديك البيت ريت بس بيكون مديك الرسمه دي بتعوض من عليها وتقدر تجيب قيمه السنسيتيفيتي. ولو مديك احنا هنا البيت ريت طبعا احنا مش بنستخدمه هنا في المساله، بس اهم حاجه بستخدمها الباور سنسيتيفيتي. هنا في المساله مدينا قيمه الباور سنسيتيفيتي، بس في المساله يا باشمهندسين لو مديك قيمه البيت ريت بس مش مديك السنسيتيفيتي بيكون مديك الرسمه اللي بتربط العلاقه ما بين الريسيفر سنسيتيفيتي وما بين البيت ريت. تعوض على قيمه البيت ريت اللي مديها لك تجيب قيمه الباور الريسيفر سنسيتيفيتي. نفس المسألة هنا بس هعوض عن قيمة البي ار. هنا عوضت عنها بسالب 39، هنا هعوض عنها بكام؟ بسالب 31، واطلع قيمة الباور لوس، واعوض برضو في نفس القانون اطلع قيمة السيستم مارجن اللي هو الاحتياطي اللي انا بكون محتاجاه علشان اللوس اللي بتحصل للإشارة وهي مرة من الترانسميتر للريسيفر. المسألة اللي بعد كده بقى لها علاقة بالرايز تايم. احنا قلنا اول حاجه علشان اعمل ديزاين لاي سيستم لازم احسب ميزانيه الباور اللي عندي ولازم اشوف الرايز تايم بتاعي. دلوقتي انا عندي ترانسميتر بعت الاشاره الرايز تايم بتاعها بكام؟ بزيرو. طيب لما مرت في كابل الفايبر طبعا اتاثرت، حصل لها ديسبيرشن نتيجه الماتيريال اللي طلع منها قيمه كابل الفايبر، فالاشاره عمل حصل لها حاجه اسمها برودنينج، يعني الاشاره وسعت كده، يعني ما بقتش شارب زي ما انا بعتها عند الترانسميتر. فطبعا في فرق ما بين التايم بتاع الإشارة اللي أنا بعتها وما بين الإشارة اللي وصلت عند الريسيفر. هنا مثلا لو أنا الريسيفر بدأ يحس إن عند كام؟ تي واحد، والإشارة أنا كنت بعتها عند تي اتنين، فالرايز تايم بتاع الريسيفر عبارة عن تي واحد ناقص تي اتنين. الرايز تايم ده اللي هو الوقت اللي أنا قدرت إن أنا الريسيفر يقدر يستقبل فيه الإشارة بتاعتي. طب أنا دلوقتي عندي لو أنا السيستم بتاعي
قال لي نوع اللي هو نون ريتيرن زيرو، يبقى تي سيستم اقل من 7 من 10، تي بي اللي هي الانترفال بتاع السيمبل بتاعي. طيب لو كان السيستم بتاع ريتيرن تو زيرو فكده تي سيستم تكون اقل من 35% تي بي اللي هو كام ديت اللي هي البيت انترفال. طيب احنا عارفين ان البيت ريت اللي هو 1 على التي بي، فانا ممكن اقول هنا ان لو انا عايز اجيب العلاقه ما بين التي سيستم وما بين البيت ريت بتاع السيستم، فهقول ان التي سيستم في حاله الريتيرن زيرو كام 35% على الار اللي هو البيت ريت. تمام كده. وعندي قانون للرايز تايم موجود معاكم في المحاضره اهو، الوقت اللي انا الاشاره هتاخده ان انا استقبل في الاشاره عند الريسيفر بكام، عباره عن تي اللي هو بتاع الترانسميتر زائد المودال ديسبرشن لو انا شغاله مالتي مود فايبر، لو انا شغاله سنجل مود فايبر فده بصفر، الجروف فيلوسيتي ديسبرشن او حاجه اسمها الماتيريال ديسبرشن، وده الريسيفر تايم ده اللي هو التي او التوتال تايم اللي انا هستخدمه في ان انا ابعت واستقبل الاشاره بتاعتي. طبعا هنا المودال ديسبرشن ده نتيجه ان انا استخدمها مالتي مود فايبر، ده نتيجه الماتيريال بتاع كابل الفايبر. فهنا التي بتاع الترانسميتر هيبقى معروف عندي، المودال ديسبرشن ده نتيجه المالتي مود فايبر له علاقه بطول كابل الفايبر، الكيو ديت اسمها دي بتكون كونستانت، حاجه اسمها الفول موديلنج او حاجه اسمها الزيرو موديلنج، يعني لما يكون عند الزيرو موديلنج يعني كام، لو هي عندي الكيو دي قيمتها بتتراوح من نص الواحد، وفي حاله السنجل مود دي كله بيساوي زيرو. تمام كده. البي نود دي بيساوي كام، اسمها الباند ويدث برودكت، الباند ويدث برودكت ديستانس ديت اللي اسمها البي نود. طيب الدي ديت عباره عن الفايبر ديسبرشن، وهنا في المسائل مش مدينا قيمتها، قيمتها هو بيكون حاسبها في الشابتر اللي فات، فبيحل المسائل على اساس على طول، لكن في الامتحان بيكون الدكتور مديك قيمتها، وقيمتها بتساوي 7/100 نانو سكند لكل كيلومتر. سيجما ال ده عباره عن السبكترال ويدث بتاع السورس، اللي ده عباره عن طول كابل الفايبر. التايم اللي عند الريسيفر بكام؟ 350 على البي اي، ده عباره عن كام؟ ده هو عباره عن 3 دي بي الكتريكال باند ويدث بتاع الريسيفر. القانون ده يا باشمهندسين بنعوض فيه على طول عن الزمن بنانو سكند، عن الباند ويدث بالميجا بت بير سكند، عن ال بالكيلومتر، يعني العلاقه دي مظبوطه على الوحدات ديت، انما الزمن بعوض عنه بالنانو سكند، بعوض عن الباند ويدث بالميجا بت بير سكند، بعوض عن ال بكام بالكيلومتر. أو أنا كاتبة ملحوظة هنا اهوت إن أنا في حالة السنجل مود فايبر قيمة المودال ديسبرشن بكام؟ بزيرو. يعني إيه كلمة المودال ديسبرشن؟ يعني المودة يحصل لها تداخل مع بعضها، أنا دلوقتي شغالة سنجل مود فما عنديش إلا مود واحد، فبالتالي المودال ديسبرشن بكام؟ بزيرو. يبقى أنا بحسب الرايز تايم علشان أعرف هشوفها بعد داتا ريت قد إيه، علشان ما يحصلش عندي انترسيمول انترفيرنس ما بين البارز اللي وأنا بستقبلها عند الريسيفر، يبقى لازم احسب الرايز تايم بتاع كل سيمبل قد ايه علشان ما يحصلش تداخل ما بين البارسز وبعضها عند الريسيفر وانا بستقبلها، وبالتالي هيحصل عندي خطا وانا بستقبل المعلومات، فعشان كده لازم احسب الرايز تايم بتاع كل سيمبل بكام. تمام كده. المساله بقى تتكلم على الرايز تايم من اول مساله رقم 6 اهي. بيقول لي في المسألة رقم 6 إن أنا عندي 90 ميجا بت بير سكند نون ريتيرن زيرو، أهو مديني نوع السيستم، يبقى معنى كده إن التي سيستم بيكون أقل من أو بيساوي كام؟ 7/10 في التي بي اللي هو البيت انترفال، أو 7/10 على البيت ريت اللي هو 90 ميجا بت بير سكند. الداتا ترانسميشن سيستم ذات سندس 2 دي اس 3 ديت يعني إشارات هي بعتها ببيت ريت كام؟ 45 ميجا بت بير سكند تشانل. يوزز جاليوم أجاليوم ألمونيوم أرسنيت ليزر دايود ذات هاز الترانسميتر اللي أنا هيقدر يبعت من خلاله، هنا مستخدمه ليزر. 1 نانو متر سبكترال ويدث ديت اللي هي قلنا إيه سيجما لامدا اللي هو السبكترال ويدث بتاع السورس عندي اللي هو الليزر بكام؟ 1 نانو سكند. ذا رايز تايم أوف ذا ليزر ترانسميتر أوتبوت إز نانو 2 نانو سكند اللي هي في العلاقه اللي احنا قلناها الاول هو ايه تي ترانسميتر بكام الرايز تايم بتاعه 2 نانو سكند.
The transmission distance is 7 كيلومتر over graded index fiber. ده طول اللينك بتاعي بكام؟ 7 كيلومتر over graded index fiber. يبقى انا شغاله هنا، يبقى قيمه المودال ديسبشن لها قيمه. ده graded index fiber بيعدي فيه اكتر من مود. That has an 800 ميجا هرتز دوت كيلومتر. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو البي نود اللي انا قلت عليه اسمه الباندويث برودكت. الباندويث برودكت، الباندويث ديستانس برودكت. رقم ايه؟ بيقول لي if the receiver bandwidth is 90 ميجا هرتز and the mode mixing factor اللي هي الكيوب كام؟ 7/10، لان انا شغاله جريد اندكس فايبر فبالتالي عندي مودال ديسبرشن. What is the system rise time؟ يبقى انا عشان احسب السيستم رايز تايم عند القانون اهوت، هو قال لي ان الترانسميتر اللي انا مستخدماه ليزر الرايز تايم بتاعه كام؟ 2 نانو سكند. انا هنا عوضت بالنانو سكند لان القانون ده مثبت على ان الوحدات اللي انا استخدمها نتي بالنانو سكند والال بالكيلومتر والباند ويدث بالميجا بالميجا هرتز. الباند ويدث بالميجا هرتز. يبقى انا عندي الرايز تايم بتاع الليزر اللي هو بتاع الترانسميتر ب2 440 طبعا قيمه ثابته، ال اللي هو الطول الفايبر اللي انا مستخدماها 7 كيلومتر، الكيو قال ان انا بكام؟ ب 7/10 اللي هي المود ميكسنج فاكتور بكام؟ ب 7/10 على البي نود بكام؟ اللي هو الباند ويث ديستانس برودكت 800 ميجا هرتز في الكيلومتر زائد الدي. احنا قلنا ان هو بيكون مديهالي في الامتحان، هنا مش مديهالي على اعتبار ان هو ثابتها في الشابتر اللي فات في المرجع ده. قيمتها بكام؟ ب 7/100 نانو سكند على نانو متر في الكيلومتر. ديت الوحده بتاعت الدي، ديت اللي هي الديسبرشن. في السيجما لامدا اللي هي السبكترال ويدث بكام؟ بواحد في قيمه ال اللي هي 7 كيلومتر. 350 على البي اي، البي اي ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الباند ويدث الكل اللي انا شغال عليه اللي هو 3 دي بي الكتريكال باند ويدث اللي هو كام؟ 90 ميجا بت بير سكند. لكن البي نود ده عباره عن الباند ويدث مضروب في ال، عشان كده هتلاقي الوحده بتاعته 800 ميجا هرتز في الكيلومتر. لكن ده البي اي ده بيكون بالميجا هرتز، تمام كده؟ عوضت هلاقي ان السيستم تايم بتاعي بكام؟ ب 4.9 نانو سكند. مطلوب مني بقى بيقول لي ايه بقى؟ انا حسبت دلوقتي الرايز تايم بتاع السيستم. بيقول لي does this rise time meet the non return zero data requirement of being less than 70% of ده يعني بيقول لي ان التي سيستم بتاع النون ريتيرن زيرو بيكون بيساوي كام؟ 70% اللي هو كام؟ 7/10 وفي البلس ويدث اللي هي كام؟ اللي هو التي بي. ده معناه كده بيقول لك هل الرايز تايم اللي انا حسبته للسيستم ده بيساوي او بيكافئ النون ريتيرن زيرو او بيحقق الشرط ده؟ هشوف. انا دلوقتي عندي التي سيستم ان انا شغال عليه النون ريتيرن زيرو، الشرط بتاعه ايه؟ ان هو بيكون اقل من او بيساوي 7/10 تي بي. يبقى 7/10 تي بي، انا دلوقتي التي بي مش عندي بس عندي الداتا ريت بتاع السيستم بتاعي. يبقى 7/10 على الداتا ريت او الباندوس اللي انا شغال عليه بكام؟ ب 90. هلاقيها طلعت بكام؟ ب 7.7 في 10 اس سالب 9. طب انا هنا حسبت الريس تايم بتاع السيستم بتاعي كام؟ 4.9. هل فعلا السيستم ده بيكافئ إن لو انا اشتغلت بالسيستم ده هيحقق لي النون ريتيرن زيرو؟ ايوه هيحققه لي، لان انا عندي هنا السيستم عندي محتاج 4.9 وانا المساله النون ريتيرن زيرو محتاج وقت 7.7 وانا في المساله حسبت التايم اصلا بكام؟ ب 4.9، فالوقت اصلا كبير. فمعنى كده ان السيستم ده بيحقق لي الريكويرمنت بتاعه النون ريتيرن زيرو. في المطلوب رقم بي بيقول لي what is the system rise time if there is no mode mixing. عاوز يحسب الرايز تايم تاني بتاع السيستم كله لو كان عندي no mode mixing، يعني الكيوب كام؟ بزيرو. يعني انا شغاله سنجل مود no mode mixing، احنا قلنا ان هي بتتراوح من نص لواحد. الكيو هنا قال لي no mode mixing in the 7 كيلومتر لينك ذات از او الياب واحد. طبعا لو احنا قلنا ان الكيوب زيرو في حاله السنجل مود فايبر، لكن انا في حاله الجريد اندكس فايبر بيقول لي نو مود ميكسنج، يعني هنا ايه؟ الكيو هنا بواحد. يبقى كام؟ يبقى التي سيستم اعوض عنها هلاقيها بكام؟ ب 5.85. لو انا غيرت قيمه الكيو بقت بواحد هلاقي ان التي سيستم بكام؟ 5.85 برضه بيكافئ او برضه بيحقق لي شرط اللي هو النون ريتيرن زيرو، لان عندي هنا سيستم شغال في كام؟ 7.7 وانا السيستم بتاعي بكام محتاج 5.85. يبقى معنى كده ان هو هيحقق لي الشرط ده. دي يا باشمهندسين نانو سكند، تمام كده؟
حد فاهم حاجة؟ الناس ترد عليا ما تحسنش ان انا بكلم نفسي. تمام يا باشمهندس. طب الناس تفوق بس معايا كده بالله عليك، لان الشيء ده يعني ايه محتاج شويه using the same response شويه. انا حاسه ان انا بكلم نفسي والله. مساله رقم 3 عباره عن اثبات. هل في حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين؟ لا تمام يا باشمهندس، مع الباشمهندسة كلنا والله، بس المايك مقفول فما حدش بيرد عشان كده. لا تمام ماشي. Using the step response. Using the step response g of t بواحد ناقص a أس سالب اتنين باي b of t في ال u of t. شو ذات ذا عشرة تو تسعة بيرس، يعني من واحد من عشرة تسعة من عشرة. receiver rise time is given by المعادلة تمانية أربعة اللي هي ديت اللي أنا كاتبها لكم في الشيت ديت. يعني بيقول لي عاوز يثبت إن الرايز تايم بتاع الريسيفر بيساوي 350 على ال BE. ما هو القانون ده يا باشمهندسين، احنا قلنا ان الرايز تايم بتاع السيستم ككل عباره عن الرايز تايم بتاع الترانسميتر والرايز تايم بتاع الريسيفر والرايز تايم بتاع ايه الوقت اللي هياخده بقى علشان نتيجه المودال ديسبرشن ونتيجه الماتيريال ديسبرشن. تمام كده. المودال ديسبرشن نتيجه نوع الفايبر اللي انا مستخدماه اللي هو سنجل مود ولا مالتي مود، والديسبرشن الماتيريال ديسبرشن نتيجه الماده اللي انا مستخدماه منها انا او اللي انا هصنع منها كابل الفايبر. هو هنا بيقول لي في مسألة رقم 3 عاوز نثبت القانون ده اللي هو الرايز تايم بتاع الريسيفر بيساوي كام؟ 350 على البي اي. عاوز نحسب الرايز تايم بتاع الريسيفر ان هو بيساوي الكلام ده. بس في المسألة مديني عندي حاجة اسمها الستيب ريسبونس اللي هي جي اوف تي بالعلاقة ديت اللي هي كام؟ 1 ناقص اي اس سالب 2 باي بي اي في التي في كام؟ في اليو اوف تي. هو الرايز تايم بتاع الريسيفر ده بيكون نتيجة ايه؟ هو الريسيفر بيستقبل اشاره على طول، يعني بيقدر اول ما الاشاره بتجي له كده بيستجيب ليها على طول، بياخد وقت. فالرايز تايم بتاع الريسيفر بيكون نتيجه حاجتين اتنين، اول حاجه نتيجه الفوتو دايد ريسبونس ونتيجه ال 3 دي الكتريكال باندويث. يعني الريسيفر بيشتغل عند ترددات معينه وبعد كده الريسبونس بتاعته بتقل للنص. فمعنى كده ان الريسيفر بياخد وقت على ما يستجيب للاشاره بتاعتي نتيجه حاجتين اتنين، نتيجه الدايد اللي انا مستخدماه ونتيجه الباند ويث ان الريسيفر بيشتغل في باند معين من الترددات وبعد كده يبدا يقل للنص. طيب الستيب ريسبونس ديت قال ان العلاقه ديت. طب اليو اف تي ديت عباره عن ايه؟ اليو اف تي دي عباره عن الستيب ريسبونس بتاع الفيرست اوردر بتاع اللو باس فلتر. انا لما اجي استخدم اللو باس لما اجي ارسم اللو باس فلتر كده، اللو باس فلتر بيكون شغال في رينج معين من الترددات، يعني ايه؟ بيعدي الترددات القليله. يعني لما يكون تي اكبر من صفر في القمه دي بيساوي واحد، وعند تي اقل من صفر القمه دي بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. طيب انا لما اجي اعوض عن اليو اف تي اللي هي بواحد او زيرو في الجي اف تي، لو انا عوضت عن اليو اف تي هنا، هنا الجي اف تي هتكون موجوده بس في حاله لما تكون اليو اف تي بكام؟ بواحد، يعني في حاله لما يكون تي اكبر من او بيساوي زيرو. يبقى انا عوضت عنها، يبقى كده اليو اف تي قيمتها بواحد، يبقى مش هكتبها. طيب بيقول لي عندي عاوز يحسب الرايز تايم في حاله من 1 من 10 ل 9 من 10 رايز تايم. يعني ايه؟ دلوقتي انا عندي الريسيفر اهوت الاشاره اللي انا مستقبلها دي بيكون حصل لها ديسبرشن، يعني بيكون البند بتاعها كبر. فاول ما الريسيفر يقدر يستقبل الاشاره يستقبلها عند كام؟ عند 1 من 10. طيب تي 2 اللي قال لي انا عايز احسب من 1 من 10 ل 9 من 10، يبقى 1 من 10 ديت اللي هي عند تي 1 استقبل عندها جي اوف تي، وعند زمن 9 من 10 هستقبل جي اوف تي. طبعا الماكسيمم بتاعها انا مش عارفه هو عند كام، لكن من تي 1 لتي 2 ده الرايز تايم بتاع الريسيفر اللي هي الفتره الزمنيه ما بين جي اوف تي بيساوي 1 من 10 وما بين جي اوف تي بيساوي كام؟ 9 من 10. يبقى الرايز تايم ده معناه الوقت اللي هتتغير في قيمة الجي اوف تي من 1 من 10 من الماكسيمم فاليو بتاعتها إلى كام؟ إلى 9 من 10، ده الرايز تايم بتاع الريسيفر. طيب دلوقتي أنا عندي التي 1 وعندي التي 2، أروح أعوض في قيمة الجي اوف تي مرة عن تي 1 ومرة عن تي 2. طيب لما أعوض عن جي اوف تي عن التي 1 بكام؟ هنا جي اوف تي 1 بكام؟ لما يكون التي بيساوي تي 1 قيمتها بكام؟ 1 من 10.
يبقى احط قيمتها بيساوي 1 ناقص اي اس سالب 2 باي بي اي، التي هشيلها واحط مكانها تي 1، يبقى اي اس سالب 2 باي بي اي في تي 1 طلع بكام؟ ب 9/10. ده عند لو انا شغال عند كام؟ تي 1. طب انا دلوقتي شغال عند تي 2، تي 2 كانت قيمة الجي اوف تي بكام؟ ب 9/10. يبقى لما اروح اعوض عن التي بتي 2 يبقى قيمة الجي اوف تي 2 كلها بكام؟ ب 9/10. هنلاقي ان اي اس سالب 2 باي بي اي تي 2 بكام؟ ب 1/10. دلوقتي عندي معادلة 1 ومعادلة 2، لما اقسم المعادلتين دول على بعض، طبعا انا عندي هنا اي اس سالب حاجة على اي اس سالب حاجة، يبقى معناها ايه؟ ان انا بقسمهم يعني بطرح، يبقى هقول اي اس سالب 2 باي بي اي تي 1 ناقص تي 2 بيساوي كام؟ 9. كمان انا لو دخلت السالب ديت على القوس ده يبقى اي اس 2 باي بي اي تي 2 ناقص تي 1 بيساوي كام؟ بيساوي 9. هاخد لين الطرفين علشان طبعا عندي ايه، يبقى لين اي اس اكس بتساوي الاكس، يبقى اخد لين الطرفين يبقى عندي كام؟ يبقى 2 باي بي اي تي 2 ناقص تي 1 بيساوي كام؟ لين 9. طيب تي 2 ناقص تي 1 ده اللي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الرايز تايم بتاع الريسيفر، يبقى عباره عن لين 9 على 2 باي على البي اي. لما اجي اعوض عن بلين 9 على 2 باي على الاله الحاسبه هلاقيها كام؟ 350 من 1000 على البي اي، بس دي كام؟ سكند. انا بقى هروح احولها لنانو سكند، والبي اي دي انت تبقى كام؟ بالميجا هرتز. ابدا بقى ان انا دلوقتي عايز احول من سكند لنانو سكند، يبقى اضرب فوق في كام؟ في 10 اس 9. طيب 10 اس 9 يبقى 350 من 1000 في 10 اس 9 تبقى كام؟ 350 في 10 اس 6 على البي اي بالنانو سكند. بس كده البي اي هنا هعوض عنها بكام؟ ال 10 اس 6 ديت لما تقسم تحت عليها، فيما معناها يعني ان انت لو ضربت هنا البي هنا كام بالهرتز، فانت لو ضربت هنا في 10 اس 6 يبقى انت حولتها للميجا هرتز، يبقى 10 اس 6 اللي فوق هتروح من 10 اس 6 اللي تحت، يبقى لي كام؟ 350 على البي اي. يبقى انا كده عوضت عن التي هنا بالنانو سكند والبي اي بكام؟ بالميجا هرتز. تمام كده يا باشمهندس لحد هنا بس الاثبات، بس انا بقى ببدا اعوض عشان اخلي الوحدات بتاعتي بالنانو سكند واخلي الباند ويدث بالميجا هرتز. يبقى انا كده ثبتت ان الرايز تايم بتاع الريسيفر بكام؟ 350 على البي اي. الرايز تايم بتاع الريسيفر هنا اللي هو الوقت اللي الاشاره بتاخده علشان قيمتها تتغير من 1/10 الى كام؟ 9/10 من القيمه الماكسيمم. ده معناه الرايز تايم بتاع الريسيفر. المساله اللي بعد كده مساله رقم 7، هي مساله طويله شويه، يعني آخر مسألة هنحلها تقريبا معانا في شكل كده يا باشمهندسين في المحاضرة معاكم. الشكل ده يا باشمهندسين بيرسم لي العلاقة ما بين ايه؟ ما بين الترانسميشن ديستانس وما بين الداتا ريت. يعني انا هشوف انا دلوقتي عايزة ابعت الداتا ريت قد ايه ومسافة قد ايه. طب انا دلوقتي عندي حاجه اسمها اتنيوشن ليميت لو انا مستخدمه الترانسميشن بتاع ليد، وعندي حاجه اسمها اتنيوشن ليميت لو انا مستخدمه الترانسميتر بتاعي عباره عن ليزر. فانا دلوقتي وانا شغاله عند داتا ريت مثلا ب 20، ففي مسافه معينه هقدر اشتغل عليها. هنا مثلا 20 هتكفي هنا كام؟ مثلا 6. فانا دلوقتي علشان ابعت الاشاره عند الداتا ريت ب 20 ميجا بت بير سكند، فالمسافه اللي الاشاره دي هتمشيها كام؟ 6 كيلومتر. طيب انا لو جيت مثلا اشتغلت عند الداتا ريت مثلا بكام؟ 50، ومثلا هنا كام؟ 80 مثلا. فهنا ايه اللي هيوقفني؟ اللي هيوقفني حاجه اسمها الماتيريال ديسبيرشن، حاجه اسمها الماتيريال ديسبيرشن، مش ايه، مش الاتنيويشن، لا الماتيريال ديسبيرشن. فانا هنا لو اما اجي اشتغل عند الداتا ريت ب 100 فهكون محكمه بالديسبيرشن بتاع الماتيريال اللي انا شغاله بيه، وده هتاثر لي على المسافه اللي انا هقدر ابعت عليها او كابل الفايبر اللي انا هقدر ابعت عليه الاشاره بتاعتي. فالكيرف ده بيرسم لي كل لوسز بيأثر لي على الاشاره لوحده كداله في الترانسميشن ديستانس. تمام كده يا باشمهندسين؟ ففي المساله اللي معانا دلوقتي بيقول ان انا عندي الاول بيقول ان هو عايز يرسم الحاجات دي. فيريفاي ذا بلوت ان فيجر 8-6 اللي انا وريته لكم دلوقتي اوف ذا ترانسميشن ديستانس فيرسز الداتا ريت، يعني عايز ارسم العلاقه ما بين الترانسميشن ديستانس وما بين الداتا ريت اوف ذا فولوينج سيستم. السيستم اللي عندي ده بيتكون من ايه؟
ذا ترانسميتر از جاليوم المونيوم ارسنات ليزر. الترانسميتر عباره عن ليزر دايود اوبريتنج ات 150 نانومتر، والليزر باور كابل انتو فايبر اللي هو البي اس بكام 0 دي بي ام اللي هي تكافئ 1 ملي وات، اند ذا سورس سبيكترال ويدث اللي هي سيجما لامدا بكام 1 نانومتر. ده كله خاص بالترانسميتر لسه. ذا فايبر هاز 3.5 دي بي كيلومتر اتنيويشن، ده خاص بكابل الفايبر اللي هو الاتنيويشن الناتج عن كابل الفايبر 3.5 دي بي لكل كيلومتر ات 150 نانومتر، اند باند ويدث اوف 800 ميجا هرتز في الكيلومتر، ده اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن الباند ويدث ديستانس برودكت. ذا ريسيفر يوز سيليكون افالانش فوتو دايود، الريسيفر بيستخدم سيليكون. دلوقتي انا شغال عند جزء الريسيفر افالانش فوتو دايود ذات هاز سنسيتيفيتي فيرسس داتا ريت شون ان فيجر 8.3. احنا كنا في الشابتر اللي فات كنا رسمنا علاقه ما بين السنسيتيفيتي وما بين الداتا ريت، كنا رسمين واحد للبن وواحد للافالانش فوتو دايود. هنا مديك ان الريسيفر سنسيتيفيتي كرسمه، او للتسهيل عليك بيقول لك ان الريسيفر سنسيتيفيتي بالدي بي ام بقدر اعوض عنها في العلاقه ديت، يعني هشوف الباند ويدث بكام اعوض عليه يديني قيمه الريسيفر سنسيتيفيتي، يبقى ديت العلاقه اللي اقدر اجيب منها الريسيفر سنسيتيفيتي بدل ما انا اروح اشوف الرسمه، لا هو بسطها لي وقال لي بالعلاقه ديت. هو البي دي عباره عن الداتا ريت بالميجا بت بير سكند، فور ذا داتا ريت رينج من 1 ل 1000. يبقى الداتا ريت اللي انا عايز ارسم فيه العلاقه ما بين الترانسميشن ديستانس والداتا ريت من 1 ل 1000 ميجا بت بير سكند، بلوس ذا اتنيويشن ليميت الترانسميشن ديستانس انكلودنج 1 دي بي كونكتور لوس ات اتش اند. يبقى انا دلوقتي عندي هنا كام كونكتور؟ عندي هنا 2، قال لي ات اتش اند يعني للفايبر في البدايه وفي النهايه بتاع الفايبر وعندي 6 دي بي سيستم مارجن. يبقى ده اول حاجه هرسمها، عايز ارسم الاتنيويشن ليميت ترانسميشن، يعني عايز ارسم الكيرف ده الاتنيويشن ليميت ده. انا هنا مستخدمه ليزر، يبقى انا عايز ارسم الكيرف ده، مديني بقى القيم والمعادلات اللي انا اقدر اعوض فيها، اعوض عن ال واعوض بالداتا ريت وارسم الكيرف ده، وعايز نرسم الكيرف ده لوحده، وعايز نرسم المودل ديسبرشن ده لوحده. يبقى هنا في المساله دي انا هطلع ثلاث كيرفات، هو هنا اربع كيرفات لان هنا شغال مديك اتنيويشن ليميت بالنسبه للليد لو انت مستخدم الترانسميتر بتاعك ليد، ولو انت مستخدم الترانسميتر بتاعك ليزر. انا هنا في المساله مستخدمه الترانسميتر بتاعي عباره عن ليزر، فعايز ارسم الكيرف ده وعايز ارسم الماتيريال ديسبرشن لوحده وعايز ارسم المودل ديسبرشن لوحده. هنشوف هنرسم الكيرفات ديت ازاي. رقم واحد انا عايز ارسم من attenuation limit transmission distance، اهو رقم واحد عاوز ارسم من attenuation limit transmission distance، وقال ان انا عندي connector loss at each end وعندي system margin بكام؟ ب 6 dB. طيب هروح احسب بقى اللوس بتاع اللي عند الترانسميتر بكام؟ الباور لوس عباره عن البي اس ناقص البي ار. طيب الباور لوس برضه بيكون ليها علاقه بالكونكتور وبيكون ليها علاقه بالسبلايس. انا عندي هنا عندي كام كونكتور؟ 2، واحده في بدايه الفايبر وواحده في نهايه الفايبر، وعندي ال سي بتاع كل كونكتور بواحد دي بي. هنا ما عنديش سبلايس ان اس بي وال اس بي ديت بواحد لان انا بزيرو، انا هنا ما عنديش سبلايس. هنا في المساله ما جابليش سيره اي سبلايس موجوده في اللينك بتاع الفايبر. الفا ب 3.5 ال اللي هو طول كابل الفايبر، والسيستم مارجن بكام؟ ب 6. طيب هنا البي اس اللي هو الليزر الباور ريسورس بتاع الليزر بكام؟ 0 دي بي ام. طيب البي ار بالمعادله اللي هو مديها لك اللي هو الريسيفر سنسيفتي عباره عن 9 لوج بي ناقص 68.5 كده. انا عندي المعادله ديت بقت داله في مين؟ بقت داله في البي وفي ال ال، تمام كده. يبقى ال ال هنا بالكيلومتر طلع بسالب 2.57 من 100 لوج البي زائد 17.3. هو انا بيقول لي ارسم في بيت ريت بكام؟ داتا ريت بكام؟ من 1 ل 1000. اعوض بقى عن البي دي بالقيمة اللي انت ترسم عندها 1 10 20 على حسب، وتطلع قيمة ال ال على طول الداتا ريت، تطلع قيمة كل قيمة بيها تعوض بيها تطلع لك قيمة لل ال، وترسم الكيرف بتاع الاتنيويشن ليميتد بتاع الليزر. طيب رقم 2 عاوزنا ارسم ذا مودل ديسبرشن ليميت فور فول مود ميكسنج كام؟ الكيوب نص. المود فور فول مود ميكسنج كيوب نص، ومره فور المودل ديسبرشن ليميت لما يكون نو مود ميكسنج، يعني الكيوب كام؟ واحد. يبقى انا هنا هرسم الكيرف ده مرتين،
هرسم المودال ديسبرشن لما يكون عندي الكيو بنص، وهرسم المودال ديسبرشن كيرف لما يكون الكيو عندي بواحد. الكيرف الثالث اللي عاوز نرسمه هرسم الماتيريال ديسبرشن. فانا لما اروح ارسم الاول الماتيريال ديسبرشن، الحاجات دي يا باشمهندسين انا جبتها من معادله الرايز تايم. الرايز تايم احنا قلنا كان عندنا رايز تايم خاص بالترانسميتر، ورايز تايم خاص بالريسيفر، ورايز تايم خاص بالماتيريال بتاع الفايبر، ورايز تايم خاص بالمين بالمودال ديسبرشن نتيجه نوع الفايبر اللي انا هبدا امرر فيه السيجنال بتاعتي. فهو هنا عايز يرسم كل ديسبرشن بيحصل عندي لوحده. مره احسب الاتنيويشن ترانسميشن، ومره احسب الماتيريال ديسبرشن لوحده، ومره احسب المودال ديسبرشن لوحده. طيب هنا بقى انا هعتبر ان التي سيستم بتاعك ده بيساوي الماتيريال ديسبرشن بس، هعمل كل حاجه واخد بس في الاعتبار الماتيريال ديسبرشن اللي هو كان عباره عن الدي في سيجما لامدا في مين في ال. انا هنا فرضت ان السيستم بتاعي شغاله بيه نون ريتيرن زيرو، ففي السيستم اللي لما يكون شغال نون ريتيرن زيرو كانت التي سيستم بتكون بكام؟ اقل من او بيساوي 7 من 10 تي بي، او بيساوي لو انا شغاله ريتيرن زيرو 35 من 100 تي بي. هنا انا فرضت ان انا شغاله نون ريتيرن زيرو، يبقى التي سيستم بكام؟ 7 من 10 تي بي. بيساوي كام بقى؟ اللي هو احنا قلنا مقلوب التي بي اللي هو كام؟ الباندويتس اللي هو واحد على الباندويتس. لما اعوض عن هنا 7 من 10، انا عايز اجيب ال ان لوحدها في طرف عشان تبقى داله في البي، يبقى انا هساوي المعادلتين دول بعض اللي هو الدي بتاع الماتيريال اللي هو الديسبرشن في السبكترال ويدث في ال ان بيساوي 7 من 10 على البي. انا هنا قلبت التي بي خلتها في الباندويتس، لان انا عايز ارسم علاقه ما بين الداتا ريت او الباند ويدث مع الترانسميشن ديستانس اللي انا هبدا اللي كابل الفايبر او المسافه اللي الاشاره بتاعتي هتمشيها. يبقى ال بيساوي 7 من 10 على الدي، احنا قلنا قيمتها 7 من 100 في سيجما لامدا، هو مدالي في المساله بواحد في ال طبعا انا جايباه 1 في البي. يبقى ال عباره عن 7 من 10 او ال في البي بيساوي 7 من 10 في دي في سيجما، صح كده يا باشمهندسين؟ يبقى ال عباره عن كام؟ عبارة عن 7 من 10 على الدي في سيجما في البي، صح كده؟ يبقى 10 على البي، بس هنا ال بالكيلومتر والبي بكام؟ بالميجا بت بير سكند، لأن القانون ده أنا بستخدمه مع الوحدات ديت، إن التايم بالنانو سكند، وإن ال بالكيلومتر، وإن الباند ويدث بالميجا بت بير سكند. كده الكيرف التالت أنا جبته اهوت. أعوض عن البي، أنا بيقول لي شغالة في داتا ريت من 1 ل 1000، اعوض بالقيم بتاعه البي، اطلع عند كل بي اطلع قيمه للال، وابدا ارسم الكيرف بتاع الماتيريال ديسبرشن. طيب الكيرف بتاع المودال ديسبرشن هو عايزنا ارسمه مرتين، مره في حاله الفول مود ميكسنج يعني الكيوب نص، ومره في حاله نو مود ميكسنج يعني الكيوب كام؟ الكيوب واحد. طيب المعادله بتاعتي اهيت برضو تي سيستم، ههمل كل حاجه بس اخليها بس بتساوي كام المودال ديسبرشن، يبقى اللي هي بتساوي كام؟ 440 في ال اس كيو على البي نود، دي 440. اعوض هنا البي نود اللي هو كام؟ اللي هو الباند ويدث ديستانس برودكت ب 800 في 7 من 10. انا هنا مش منسين المفروض ال عندي بكام؟ ال ديت انا اصلا برسم داله في ال، ف 7 من 10 ديت اللي هو انا السيستم انا فرضاه نون روتيرن زيرو، يعني التي سيستم بتاعنا اقل من او بيساوي 7 من 10 على البي بيساوي القانون ده. اعوض اطلع علاقه ما بين ال والبي، مره بقى اعوض عن الكيوب نص اطلع العلاقه ديت، اعوض عن البي بالرقم اللي انا عايز ارسم عنده ال، عند كل بي هيطلع لي كمان ال وارسم الكيرف، مره عند كيو بيساوي نص، ومره عند كيو بيساوي كام؟ بيساوي واحد. الشكل هيطلع بالظبط زي الشكل اللي انا وريت لكم دلوقتي، هيطلع عندي اربع كيرفات، كيرف للاتنويشن، وكيرف اللي هو نتيجه ان انا استخدمها الليزر، وكيرف للماتيريال ديسبرشن، وتو كيرف للمودال ديسبرشن، كيرف لما يكون الكيو عند النص، وكيرف لما يكون الكيو عند كام؟ عند واحد. المساله اللي بعدها المساله رقم 8 هي المساله رقم 7، بس هنا بيكون مهم حاجه اسمها الماتيريال ديسبرشن انا مش عاوز ارسمها، فبالتالي هيطلع عندي ثلاث كيرفات بس. فالرسمه اللي هتطلع عندي في المساله رقم 7 هتكون الرسمه ديت، انا عايز رسمه الاتنيويشن ليميت بتاع الليزر، ورسمه الماتيريال ديسبرشن، ورسمه المودال ديسبرشن دي هتطلع لها اثنين، لان هحسبها مره عند كيوب نص، ومره هحسبها عند كيوب بيساوي كام؟ بيساوي واحد. تمام كده يا باشمهندسين؟ حد عنده سؤال؟
لا تمام يا باشمهندس. في حد عنده اي سؤال؟ انت يا ماجد عايز، شكلك عايز تنام بدري يعني. لا خالص يا باشمهندس والله. طب في حد عنده اي سؤال؟ طب هاخد بس الغياب والناس تقدر تتفضل.